السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه من ربه أفضل صلاة وأتم تسليم. اللهم طهر قلوبنا ويسر دروبنا واغفر ذنوبنا ووفقنا لكل خير يا رب العالمين. أسعد الله مساءكم بكل خير أعزائي المشاهدين في هذا اليوم المبارك، يوم الخميس، من برنامج البزنس الثاني والثمانون. حياكم الله في هذا اليوم الطيب المبارك مع صحبة ونخبة طيبة جدا، يعني متفردة بمحتواها وبما لديها. نرحب بداية أعزائي المشاهدين بالضيفنا الشاعر عايض العمور، حياك الله. مرحبا والله، ما سهل والله، كيف حالك؟ الله يبقيك ان شاء الله، شرفنا. الله يشرف مقدارك، وانا سعيد صراحه بلقائي معكم اليوم ان شاء الله. الله يسعدك، احنا والله ان شاء الله. الله يحييك يا مرحبا، الله يحييك. كذلك نرحب بالضيف الثاني الشيخ محمد بن ملفي ال دخنان، تفضل. حياك الله وحيا الله المشاهدين في هذه القناه، الله قناه يبقيك. الواقع طول عمرك. نسال الله سبحانه وتعالى ان تكون حلقه مميزه ونافعه. امين، اللهم امين. كذلك نرحب بحبيبنا وعضو المجلس اللي كان دائم لكنه انقطع وعليه حقوق واجد، شاعرنا محمد بن سعد الشهراني. يا مرحبا، حياك الله ابو سعد. الله يحييك اخوي محمد، يحيي الاخوه الحاضرين والشباب والمشاهدين. والحقيقه اني محظوظ بوجودكم اليوم صراحه. الله يرفع قدرك. لا انتم خاصه اللي انتم والشباب والاخوان، الله يحييهم. الله يرفع قدرك. وان شاء الله تطرح حلقه مميزه بحضور الجميع باذن الله. باذن الله. كذلك معنا في هذا اليوم نخبة من شباب فريق شباب التنمية التطوعي التابع لجمعية التنمية الأهلية بمحافظة الأفلاج، بداية من فراس بن عبد الله الغياثات، كذلك علي بن محمد الكبراء، منصور بن شبيب الكبراء، ومحمد بن عبد الله العرجاني، ومشعل بن عبد المحسن الشريد. اليوم الحمد لله الحلقة مليئة بالفوائد، ما بين تلاوة وما بين شعر وما بين توجيهات وحكم. ولعل كل مجلس وكل لقاء وكل مكان حتى يبارك الله عز وجل فيه أن تكون تلاوة كتاب الله عز وجل هي المفتاح، هي مبتدأ كل شيء. نستأذنكم السادة المشاهدين وكذلك نستأذن الحضور الكرام في افتتاح هذه الحلقة بتلاوة طيبة من الطالب مشعل بن عبد المحسن الشريد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا،
إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. بارك الله فيك، ما شاء الله تبارك الرحمن. الحقيقة القرآن لا شك أنها كله عظيم، ولكن بعض الآيات إما حركت قلوبنا في القلوب خلل، لابد من معالجة هذا الخلل. ما شاء الله القارئ اللي هو الطالب عبد المشعل بن عبد المحسن الشريد الحاصل على المركز الثاني في مسابقة أمير الرياض اللي أقيمت قبل أيام، فنبارك له باسمي وباسم الحاضرين وكذلك نيابة عن فريق العمل بشكل عام. لا ننسى أن نمسي على جميع المشاهدين بكل خير مرة أخرى، على القيادة الرشيدة، على خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وكذلك ولي العهد محمد بن سلمان حفظه الله، وكذلك نمسي على رئيس مجلس الإدارة جمعية التنمية الأهلية الشيخ مرضي بن محمد الحبشان اللي له جهود عظيمة وباركة، أسأل الله عز وجل أن يجازيها خير الجزاء. أحبابي، ودنا تعليق وقفة بسيطة مع هذه الآيات الكريمة اللي تليت قبل قليل من الشيخ محمد الملفي، فتفضل بارك الله فيك. لا شك أن القرآن العظيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهذا حقيقة نموذج من حلقات تحفيظ القرآن في الجمعية لتحفيظ القرآن بمحافظة الأفلاج. ونحن أيضا نبارك للطالب هذا الصوت الجميل وهذه التلاوة الخاشعة وهذا التجويد، وهذا يدل على التربية من الوالدين وكذلك من الأساتذة الفضلاء في تلك الجمعية المباركة، جمعية تحفيظ القرآن بمحافظة الأفلاج، وهذا حقيقة نموذج، بل هي بشرى لجميع الطلاب في جميع الحلقات في المملكة العربية السعودية، هذه البلاد الطاهرة وهذه البلاد المباركة بلاد الحرمين التي تعلم أبناءنا وبناتنا حفظ القرآن الكريم وتجويده في المدارس المنتشرة وكذلك حلقات والدور النسائية الموجودة ولله الحمد. ونهيب جميع الطلاب والطالبات بالالتحاق بهذه الحلقات وبهذه الدور النسائية المنتشرة في هذه البلاد المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الطالب على حفظه وعلى هذه التلاوة المميزة، ونسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله يجزاك خير، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. نسأل الله عز وجل كذلك شيخنا أن يبارك له في عمره، وكذلك أن يجازي والديه خير الجزاء مثل ما تفضلت. في حقيقة الوالدين لهم أثر ولهم جهود عظيمة إن تعبوا على تربية أبنائهم، وهذا نموذج، نسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه من يسمع. كما ذكرنا لكم قبل قليل أن مجلسنا هذا المبارك متنوع، مثل ما سمعتم القرآن وتعليق الشيخ كذلك، عندنا مجموعة من الشباب عندهم كذلك مشاركات، لكن قبل مشاركة الطالب شاعرنا اليوم ودنا نروح لضيوفنا اللي لهم حق علينا، وأنا أعتبر نفسي من أهل القناة لأني أنا وأبو سعد يمكن خابر فترة طويلة صحيح، والجميع كذلك أهل المحل. ودنا نسمع من
شاعرنا عايض قصيدة وبروح لأبو سعد سمعنا مما عنده. نبي بعد واحدة سامعها هذاك اليوم ولا نسيتها، والقصيدة كلها زينة أبو سعد إن شاء الله تسلم عليكم. شرب السعد تفضل. القصيدة تبغونها باللحن ولا تبغونها إلقاء؟ اللي تبي طال عمرك، إنما أن جبنا طاري قيادة الرشيدة باللحن. خلاص اللي نسأل الله أن يحفظهم بحفظه ويمد بعمارهم. إن كان عندك شيء وطني يكون موجود. هو البداية موجود الله ونبيها بصوتك بعد، صوتك بيجملها. الوطنية إلقاء أي. لكن إن شاء الله المشاركة الثانية ما يخالف ما يخالف الواحد الواحد كلنا أذان صاغية. الله الوطنية الله يسعدكم وأقول فيها يا وطن من دونك نمور وذيابة، مملكتنا يا عرب دوم نفديها، دولة ما جاءتنا سلب ونهابة، يوم كل بالردى قد طمع فيها، من يقرب حدها ما حد انجابه، تلحقه نيران حرب يصاليها، من زمان اللي على الخيل ركابة صوت حافرها يروع معاديها، يوم شيخ العز مع جملة أصحابه كأنهم برق الردى في محانيها، والله اللي عز من هو تعزوابه ذل من هو حاقد ما يدانيها، وحكموها بالشريعة وبكتابه حد سيف يقطع يدين شانيها، الله أكبر كلمة الحق من هابة ترعب اللي جاهل في مبادئها، رفرفي يا راية العز واللابة كلمة التوحيد مكتوب تنفيها، أسسوها واصبحت حيل جذابة وازهرت في عهد سلمان بانيها، قاد رؤيتها محمد ولا عابة والحمول الكايدة باخص فيها، واصبحت بين الدول عز ومهابة دولة فوق السماء بمر واليها، كلنا باسم الولي نرفع كتابه والعلوم الطيبة ما نخليها، وسلامتكم. سلام صح لسانك، صح لسانك. الوطن يستاهل أكثر من يستاهل أكثر من كذا. اي والله يستاهل الوطن لحق علينا، ولو تغنينا بالقصائد وصغنا كثير من العبارات ما نجازيه ولا نكافئ بما يقدم لنا. عطنا الثانية اللي تقول ولا عليك أمر. الثانية اللي قلت في ذكر الله اللي تقول بصوت أي أسلم أي هذا اللي حافظها أقول فيها ذكر الله اللي لا ذكرته كل هم ينجلي، ذكر الله اللي لا ذكرته كل هم ينجلي، يفرج عليك الضايقات ولا يحسك حسها، رزاق كل الكائنات وفوق عرشه معتلي، رب كريم ورحمته ما ينحصالك حدها، لا من طرالك في الخفايا نفسي قومي هللي، تسبيحة في خاطرك لا من بغيت تعدها، أنزل لنا القرآن حق وكان خيرا منزلي، فيه الشفا والعافية وذا الهموم يصدها، لا طولت قطر السماء ما غيرها أحد نسألي، يرسل لنا من رحمته برق المخيل وظلها، سبحانه اللي فوقنا ما أحد عليه بيجهلي، يسمع دبيب النملة اللي في الظلام ومشيها، واختامها صلوا على ذاك النبي المرسلي، بعداد حب الرمل فوق الأرض دوم وعشبها، بعداد حب الرمل فوق الأرض دوم وعشبها. سلامتكم. من قال سالم ما شاء الله ما شاء الله، الله يصح لسانك الله يصح بدنك ويصح صوتك ما شاء الله، الله لا يضرك الله يوفقك إن شاء الله. أبو سعد سامي يا طويل العمر اسم الله عدوك، أذكر قصيدة اجتماعية أو كذا، و
اجتماعية والله ما أدري وش كان موضوعها لكن سلمت كان تذكرها. أولا الله يحييك أخوي محمد يحيي الحاضرين، الحقيقة فرصة طيبة بوجودكم جميعا وبوجود الضيوف اللي جايين من الأفلاج، لهم بالشيخ ولهم بالشباب الله يعطيهم العافية، ولا بشاعرنا الله يعطيه الصحة والعافية. والحقيقة عندي 3 بيوت 4 بيوت وطنية بلحن العرضة، كل يجيب على اللي يقدر عليه. يا لا 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 مملكتنا حماها الله بإخوان نوره جعلهم فالوجود قلوا أمينا. يا لا 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 جعلهم فالوجود قلوا أمينا طلبت الله نبديها ولا غيرها. يا سلامي على اللي حاضر فالوجود للمشاهد سلام وللمتابع سلام مملكتنا حماها الله بإخوان نوره طول الله بقاها قولوا أمينا. يا لا 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 طول الله بقاها قولوا أمينا. سلامتكم الله يصح لسانك الله يصح لسانك سار مغاني أبيض وجه أنت سار مغاني. عطنا ثاني بعد خليه يدور الرسالة ويشوف على خشمي. طيب نبي نشوف عاد الجيل التالي الشعراء نعم صحيح الجدد هل هم يعني فاقوا الأجيال اللي في عماركم واللي قبلكم بجودة الإلقاء وبجزالة الشعر ولا ما يمديهم؟ إن شاء الله إن شاء الله فيهم خير وبركة إن شاء الله. إن شاء الله نروح لأبو عبد الله محمد بن عبد الله العرجاني عنده مشاركات شعرية وطنية. تفضل يا أبو عبد الله. إن شاء الله يحييك أبو سعود. الله يبقيك. 5 أبيات في الوطن يقول لا مات حب الذات ولا الذات ما مات الضمير خلي الجروح اللي يتشافن والجروح اللي سطن الشاعر اللي ما يغني في الوطن ما في خير ما في حاجة تلهم الشاعر مثل حب الوطن. عدها لهند أبشر. يقول لا مات حب الذات ولا الذات ما مات الضمير خلي الجروح اللي يتشافن والجروح اللي سطن الشاعر اللي ما يغني في الوطن ما في خير ما في حاجة تلهم الشاعر مثل حب الوطن. السلام. حنا سعوديين شعب وقادة ودم ومصير أخوان في الدولة تقول أخوان من صلب وبطن ما نجهل اللي كلمته ينفث بها السم الخطير جاهل وسمع الرطن وعدوان الإسلام ورطن نسمع سواليفه ونرميها نس ناس العصير ونحط في هذه قطن ونحط في هذه قطن. يا سلام يا سلام يا سلام صح لسانك بيض وجه ما شاء الله. طيب جهزنا في المشاركة الثانية بنرجع لك بعد الشباب. الله يبيض وجهك أبو عبد الله. القصيدة شاعرها طال عمرك أخي الكبير رفعان بن عبد الله العرجاني. ونعم الشاعر رفعان بن عبد الله العرجاني اللي مس عليه من هذا المنبر بكل خير وشاعر مسابقة اللي هي شاعر الراية أبو عبد الله ونروح لأبو عبد الله بعد فراس. أيضا عندك مشاركة أكثر مشاركة لكن بالوطنية بما أنها يعني سبقت بوطنية أخرى. أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب بالحاضرين ورحب بالمشاهدين وأشكر الأستاذ محمد بن سعود الهوام له والأستاذ زيد بن فلاح الكبراء لأنهم يعني لولاهم ما كنا هنا وخلونا نبرز وإن شاء الله عاد نكون عند حسن ظنهم بإذن الله. الله يبيض وجهك. طبعاً لولا الله ثم هم إن شاء الله. هذه قصيدة شعرية هذه قصيدة عن الوطن للأستاذ الشاعر يحيى رياني. يا سلام. علمي أنا هذا وتلك هويتي كوني سعوديا يشرف سمعتي إن قيل أرض البدو تلك أجبتهم العز في إبلي وذكر بداوتي إن قيل عز النفط قلت بفضله سبحانه يا رب زد في نعمتي من قبل عهد النفط أكرم زائرا أهدي له شاتي وأنحر ناقتي من قبل عهد النفط صنت عوائدي ودحرت أعدائي
وفيت لجيرتي، أمسكت سيفي واحتضنت لبندقي، وحزمت جنبيتي وصغت شهامتي، ومددت كفا لا تخون عهودها، سيفي يعانق بالحمية نخلتي. وأنا السعودي الذي من مولدي متسيدا عزا بشبه جزيرتي، نحن السعوديون فوق ترابنا عاش النبي بمكة وبطيبة، نحن السعوديون صقر جزيرة قاد المسير وساغه في لحمتي، صقر أتى من بعده أبناؤه بعزيمة ومسيرة وبهمة، حتى أتى سلمان حزم عزمه بشموخ سلطان وهيبة قادتي، ومحمد رسم الطموح لشعبه والناس تحسدنا بأرقى رؤيتي، ماذا علي فإن رأسي شامخ وأنا سعودي شعار بطاقتي، الفخر أن جواز داري أخضر وبلاد مكة والمدينة دولتي، وبلاد مكة والمدينة دولتي. سلامتك. الله الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يسعدك ويبارك فيك. مسي على الشاعر اللي يحيى رياني، شاعر ما شاء الله من شعراء الفصحى اللي تتغنى بهم هذه الدولة المباركة. نروح لعمل جميل، وكل الفريق يعني يعيشون فيهم اللي له أشهر واللي أكمل سنة، وكذلك سبقهم يعني مجموعها كثر، اللي هو العمل التطوعي. لا شك أن العمل التطوعي له أثر في المجتمع، ونبي كذلك ضيوفنا يتحدثون عنه، ولا شك أنهم يعني وصلوا لمرحلة أنهم وجدوا لها أثر سواء في أنفسهم أو يرون أشخاص آخرين يعني رموز في المجتمع لهم في باع طويل في العمل التطوعي. فريق الشباب التنمية التطوعي لهم جهود كثيرة، ودنا أستاذنا المخرج يجهز لنا المقاطع، فيه مقطعين جاهزة عندكم ودنا تعرضونها، إذا جهزت أعطونا خبر. الله يبارك فيك، الله يعطيك العافية. في مشاركتين عن العمل التطوعي عند علي وكذلك منصور، لكن قبلها نبي الماحة بسيطة شيخ محمد عن العمل التطوعي، هل له أثر فعلي حقيقي لمن يعني ككل، أو ما يجده إلا من دخل فيه في هذا العمل؟ والله الحقيقة أن العمل التطوعي في مثل الجمعيات أو في غيرها، جمعية طبعا رسمية، عمل حقيقة شرف عظيم جدا، وسبقا عملنا في هذه الأعمال تحت جمعيات رسمية وجدنا أثرها، وجدنا قبول الناس، وجدنا فيها العمل الناجح بشرط الإخلاص. إذا كان هناك إخلاص من الشباب الموجودين في هذه البلاد المباركة فيكون العمل ناجح بكل المقاييس. لا تبحث عن السمعة أو الشهرة أو عن المال حتى تكون ناجحا، إنما تعود الدرجة الأولى في الإخلاص. إذا أخلصنا هذا العمل كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فيكون العمل إن شاء الله ناجح بلا شك. لو تذكرنا يا شيخ محمد الأعمال اللي في المجتمع لها أثر سواء على الفرد أو على المجتمع اللي ينبغي أن الإنسان يعني يحرص عليها، وأنها والأعمال كثيرة بلا شك، لكن نبي أمثلة ولعلك أمر. والله الأعمال مثلا أنا أذكر من تجربة يمكن عام 1414 و15 كنت في مكتب البوسنة والهرسك، كان رئيسنا الأمير سلمان بن عبد العزيز حفظه الله أمير الرياض سابقا، ورئيس المكتب الشيخ سعود بن محمد رشود، كان حقيقة عمل ناجح جدا بكل المقاييس. ونحن مثلا نقدم خدمات لهؤلاء الذين أصيبوا بمحنة في الأرض البوسنة والهرسك بصفتهم يعني مسلمين موحدين. إيه. كذلك انتقلنا إلى مثلا محافظة الأفلاج أيضا في مجال مثلا تقصير الموتى مجانا المحتسبون الأجر، وأذكر يأتون بعض الأخوة في مغسلة الدرهمية في الرياض في عام 1414 و15
يستغربون أن هؤلاء الذين يعملون في هذا العمل كلهم محتسبون الأجر. أيضا الجمعيات الخيرية الرسمية تحت مظلة في هذه البلاد الطاهرة، أذكر أن كثيرا من الشباب يعملون بدون راتب، تجد أن بعضهم يستمر 6 ساعات 7 ساعات 8 ساعات، والله أن يعني كما لاحظنا ووجدنا هذا الشيء أن يجدون لذة عندما يدخلون السعادة والفرح على الأسر كالمطلقات والأرامل والأيتام، ويقدمون المساعدات لوجه الله سبحانه وتعالى. فهذه أعمال يعني أذكرها على عجالة، والأعمال كثيرة جدا في هذه البلاد المباركة بلا شك. وهذا اللي يعمل في سواء اللي ذكرت الأمثلة أو غيرها، لا شك أنه وجد هذا العمل التطوعي لذة فعلا، وجد لها مردود إيجابي ونفع وبركة عليه وعلى أبنائه وذريته فعلا. نروح للحديث عن العمل التطوعي عند الاثنين من شباب التنمية، بدأ من علي ونستكملها كذلك بزميله منصور، تفضل. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين أبا القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد أشكر قناة الواقع الفضائية على استقبالهم وضيافتهم لنا، نحن شباب فريق التنمية التطوعي، وأشكر أيضا والدي دعمهم وتحفيزهم لي. ثم أنتقل إلى فوائد العمل التطوعي. أول فائدة هي تغيير حياة المتطوع، حيث يكون له تكوين معارف وصداقات كثيرة من خلال الاختلاط بجميع فئات المجتمع. ثاني فائدة، يعزز العمل التطوعي الشعور بالثقة في النفس، ويجعل المتطوع يشعر بالرضا تجاه نفسه والرضا تجاه عمله وعلى ما يبذله من جهود. ثالث فائدة هي أن العمل التطوعي يقوي الخبرات الشخصية، حيث أن المتطوع يحتك بالعديد من الثقافات والجنسيات. رابع فائدة، وهذه أنا أشوفها من أهم الفوائد، تمام، الحصول على الأجر والثواب من الله عز وجل، حسنت، لأن ذلك من فعل الخيرات، حسنت. خامس فائدة، ملء أوقات الفراغ، فيستغلون المتطوعين وقتهم الفارغ في أعمال نافعة لهم وللمجتمع ككل. وسادس فائدة، أنه يضفي السعادة والبهجة على قلوب الفقراء والمساكين والمستحقين لذلك. وأخيرا آخر فائدة، أن العمل التطوعي يجعل المتطوع يعرف كيفية العمل الجماعي والعمل بروح الفريق. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، بارك الله فيك. وياك وياك. كلها جميلة ومهمة، وأنت تتفق مع الشيخ محمد اللي ذكره لنا الأهم نقطة الفائدة اللي ذكرها، الحصول على الأجر والثواب من الله عز وجل، وهو الأساس في كل شيء. تكملة العمل التطوعي منصور، تفضل أبو شبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. لا لحظة، المايك عندك طافي. لا لا، الزر انت مطفيه. اي لحظه، اي روح للباب يغيرون لك، اي وبنرجع لك بعد شوي. طيب، شاعرنا عايض للعمور، حياك مرحبا، انما ما محددين الشيء اللي نبي نستفيد منه، والساده المشاهدين، ان اجتماعي وطني، المجال مجالك والميدان ميدانك. القصيدة هذه الله يعطيك العافية طبعا في والدتي مرثية، الله يغفر لها، طبعا بقولها بلحن طبعا الوالدين لهم فضل علينا بلا شك، لا شك، الدنيا سبحانه وتعالى تجاوز عنها، يعني لهم فضل كبير يعني. وبصراحة سافرت قبل فترة طويلة البيت اللي في عندنا هناك في الديرة، ودخلت البيت، طبعا البيت ما في احد، كلنا اغلبنا قدهم هناك، هنا هذه تمره، ديرتنا تمره هناك، ديره تمر. العمور، الله الله جعلها هنا، جيت هناك رحت البيت، يوم دخلت لهذيك غرفتها، ودخلت في غرفتها إيه؟ اللي هذيك ثيابها مش بعد، وتهيأت ونزلت مني دمعتين وسبحان الله، هذا الجريحه الله يغفر لها وتجاوز عنها يا رب العالمين. وطبعا حضرتني ابيات، الله يسعدكم بهال اسلم، على بداية أول ما تعبت ذيك الأيام، وبعد ما توفت الله المستعان، الله يغفر لها ويجزاها. وأقول
يا وقت مضى من زمان الأولين، يا وقت مضى من زمان الأولين، يوم هلت دمعتي ما قدرت أردها، يوم هلت دمعتي ما قدرت أردها. زرت بيت أمي وقلبي تحشرج بالونين، زرت بيت أمي وقلبي تحشرج بالونين، يوم شفت ثيابها روحي باحت سدها، يوم شفت ثيابها روحي باحت سدها. لا سقى الله ساعتين حولها متجمعين، لا سقى الله ساعتين حولها متجمعين، في تعبها كل منا يقبل يدها، لين ربي قد كتب موتها علم يقين، لين ربي قد كتب موتها علم يقين، والمقدر لا حصل للنفوس شدها. كانت اللي قلبها ممتلي كل حنين، كانت اللي قلبها ممتلي كل حنين، ما توانت مع تعبها ولا هو ردها. أتذكر وتعبر وأنا قلبي حزين، أتذكر وتعبر وأنا قلبي حزين، دنية ما نعرف مزوحها من جدها. في زمان كلنا ميتين وراحلين، في زمان كلنا ميتين وراحلين، والتسوف نحسبه للنفوس مدها. اغتنم وقتك وخلك على الدنيا فطين، اغتنم وقتك وخلك على الدنيا فطين، لا تواطل المعاصي ونفسك ردها، لا تواطل المعاصي ونفسك ردها. ذي نصيحة واحد جات بالعلم اليقين، ذي نصيحة واحد جاك بالعلم اليقين، يوم روحه قد نصاح وباحت سدها. سلامتكم. من قال سالم الله يصح لسانك، الله يصح لسانك، يغفر لها ويتجاوز عنها يا رب العالمين، صلى الله عز وجل ان يغفر لها ويتجاوز عنها ويجعل ما اصابها تكفيرا لها. اللهم الله يرحم من رحل منهم ويطيل اعمار من بقي. لبيك يا شيخ. عشان بس هيضني اقول تعليق بسيط ممكن. سم سم الله يحفظك. اسمحوا لي يا اخوان المشاهدين عندما اتكلم عن الام ان اقف ولا اكون جالسا احتراما استاهل وتقديرا للوالده، حيث توفي الوالد وانا صغير يعني في السنة الرابعة ابتدائي، فأعتبر يتيم، وربتني وعلمتني ودرستني الوالدة أم خلف أم محمد أم عبد الهادي، أسأل الله أن يطيل في عمرها وأن يحفظها. آمين. والأم مدرسة والأم جنة،
ومهما تكلم الإنسان عن الأم فإنه لن يستطيع أن يوفي حقها. والشاعر جزاه الله خير تكلم عن الأم بعد أن فقدها، فأقول من كانت أمه موجودة عنده فليحمد الله سبحانه وتعالى، ومن كانت متوفاة لا يزال البر بالدعاء والصدقة لها. وعندي بشرى للأمهات والزوجات والأخوات والبنات والأخت المسلمة، فأقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، وهو حديث صحيح، قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها شئتي. أسأل الله أن يجعل أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا وأمهات المسلمين ممن تنعم بهذا الحديث وهذا الفضل العظيم، أن يخيرها الله سبحانه وتعالى بأن تدخل من أي أبواب الجنة كما خير أبو بكر الصديق رضي الله عنه. الأم مدرسة، الأم جنة، الأم عطاء. أنا حقيقة والله يعني تعجز الكلمات والعبارات أن أتكلم عن الأم التي ربت وتعبت. عندما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال أمك ثم أمك ثم أمك، لأنها حملت ثم وضعت ثم أرضعت، وزيادة على ذلك ربت يعني هذه الأسرة الكبيرة. عندما ترى الشيخ والطيار والمعلم والتاجر والصغير والكبير فإن خلفه أم قامت بتربيته. فأسأل الله سبحانه وتعالى من كان من أمهاتنا لا تزال على قيد الحياة أن يطيل في عمرها وأن يحفظها، ومن كانت مريضة أن يشفيها، ومن كانت في قبرها أن يجعل قبرها روضة من رياض الجنة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله يجزاك خير شيخ محمد، الله يبارك فيك وينفع بك. الأم بلا شك، الأم مدرسة، فإذا اعتدتها شعب طيب العراقي. أنا شك. الأم قدرها عظيم حقيقة. أنا أقصت لكم قصة سم، وأنا في سن 40 يعني رجل كبير، كانت الوالدة في الجنوب، أروح لأحيان خمس جمعة بحكم العمل وحكم كذا وحكم المعيشة، فرقت الأهل وفرقت الله، يغفل لما مات ويبقي الحي في هذه الساعة. اللهم آمين. ففي ذات الليالي أحد ذاك الليالي سمرت، وكاني طولت بالسمرة شوي تأخرت عليها، رجل عمري 40 يعني ما رجعت يمكن على 1:30 في الليل على غير المعتاد اللي أنا أجي فيه. طولنا مع بعض الشباب وبعض الأحبة، شرواكم في هذه الساعة طيب والجماعة. المهم يوم رجعت إلا وأنا إلا وهي جالسة على هذه الحصاة في مسافة بيني وبين البيت حدود 900 متر. والدتي إيش هذا؟ قالت يا ولدي طوت عليك وخفت عليك. أنا عمري 40 سنة بعد ما تفضل الشيخ. الأمة كانت مكانة عظيمة لا شك، من أمة حية في الجنة تحت أقدام الأمهات، ويصير مطيع ويصير لها حبيب ويصير لها عوين. لأن ما اليمني اللي قال أني حججت أمي على ظهري، هل أوفيت؟ قال ويحك والله ما أوفيت، صيحة من صيحات. الله يجعلنا وياكم من يبر في أمه وأبوه، ومن فقدهم فلا ينقطع العمل الصالح والصدقة وفعل المعروف. ترى الوالدين ما ينقطع، أولد صالح يدعو لهم، الله يجعلنا وياكم بالصالحين. اللهم آمين. الله يجزاكم خير وينفعكم. حقيقة يعني الكلام عن الأم والحديث عن الأم يطول، يعني ما تتسع له الحلقات ولا الله يعني مستعى. يكفي أن نقول أن قدرها ومكانتها عظيمة جدا. استكمالا سمحتوا لنا لموضوع العمل التطوعي، كنا عند أبو شبيب. تفضل أبو شبيب، عطنا ما عندك. أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم بكل خير. أولا أشكر أستاذنا الغالي أبو سعود الهواملة، وأشكر قناة الواقع الفضائية على استضافتها لنا لهذا اليوم. فأقدم لكم كلمة قصيرة بعنوان التطوع. العمل التطوعي يعود على الفرد بفوائد ومنافع متعددة وكثيرة، لأنه من خلالها يكتسب الكثير من المهارات الجديدة التي تساعده في حياته، وسوف يحصل على كثير من المعلومات والخبرات. وإن العمل التطوعي لا يعمل على تطوير الفرد فقط، بل أيضا يعتبر السبيل والطريقة الأمثل لنهوض المجتمعات، وعن طريقه يمكن التخلص
من وقت الفراغ واستغلاله في عمل مفيد وأكثر نفعا. ومن فوائد العمل التطوعي أنه يعمل على تآلف جميع أفراد المجتمع وزيادة المحبة فيما بينهم. لا هنا يا شيخ أترك كلام لك عاد بس. لا لا كمل واصل واصل. الله يبيض وجهك يسعدك يبارك فيك. اللهم آمين وإياك. موضوع العمل التطوعي مهم جدا، ولو راجعت نفسك حتى في حياتك اليومية تجدك تعمل أعمال تطوعية اعتدت عليها تريد ما عند الله عز وجل، فيه مشاركات أخرى عند محمد العرجاني وكذلك عند فراس، لكن قبلها مستأذن لحضورنا واحد من ضيوفنا اليوم فاز في مسابقة مهمة جدا، وولاة أمرنا أسأل الله يوفقهم ويحفظهم حريصين حتى على هذا الكتاب الكريم بإقامة المسابقات مثل هذه أو غيرها، مسابقة الملك سلمان أو الملك عبد العزيز أو قس عليها كثير من المسابقات. والقرآن لا شك يعني من يحرص عليه يجد التوفيق والسداد من الله عز وجل. نبي بس بعض الأسئلة البسيطة على المسابقة مع أبو عبد المحسن. متى كانت المسابقة؟ وين مكانها؟ المسابقة وش طبيعة المسابقة مسماها؟ المسابقة الله يطول عمرك طبعا على ثلاث تصفيات. إيه؟ التصفية الأولى تكون في الديرة اللي انت فيها في المحافظة. في المحافظة إذا تعديت التصفية الأولى تروح للتصفية الثانية، وتختلف مواقعهم مرة في محافظة الأفلاج مرة في الخرج، وكانت أقيمت في الخرج النسخة اللي راحت الأخيرة. أي الأخيرة. والتصفية الثالثة الأخيرة أقيمت في الرياض في مقر جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم. تمام. نعم طبعا. وكانت المشاركة هذه كانت الأولى أو سبقها مشاركة العام الماضي؟ لا كانت الأولى. كانت هذه أول مشاركة أشارك في هذه المسابقة. وقيمه التصفيات النهائيه في منطقه الرياض. نعم. طيب وحصلت على اي مركز؟ ونذكر المركز لكن تحديدا الفرع. في خمس فروع للمسابقه. الفرع الاول القران الكريم كاملا، الفرع الثاني 20 جزء، الفرع الثالث 10 اجزاء، الفرع الرابع 5 اجزاء، والفرع الخامس 3 اجزاء. انا شاركت في الفرع الثالث واللي هو 10 أجزاء، والحمد لله حصلت على المركز الثاني. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. تستاهل والله كل خير. تستاهل الطيب. الله يوفقك. آمين. ويجعل جعلنا وياك والسادة المشاهدين من أهل القرآن أهل الله وخاصته. نعم. وقولوا ما شاء الله على ضيوفنا اللي تسمعون صوته زين وشعره زين وإلقائه زين، حتى علينا وعلى ضيوفنا الكبار لا تقولون ما شاء الله بس على شبابنا بس. حتى نعم حتى شعارنا الله يجودهم من فضله. كثر ما شاء الله على الله يجودهم من فضله. والله اننا مستمتعين بحضورهم. الله يجزاك خير. وهم مستقبلهم شباب الغد، وكنا في ذات يوم كنا في سنهم وينبني عليهم امور كثيره. نسال الله لهم التوفيق. اللهم امين. الله يجزاك خير ابو سعد. وكلماتك ذي انت شاعرنا عايض دعم والله، مو حتى دعم حتى الموهب مثلنا. لا لا يستاهلون يستاهلون يستاهلون. والعمل التطوعي كما قلت اخوي محمد الله يجزاه خير، العمل التطوعي ما ينقطع حتى من على شكل فرد. احسنت. الاعمال الطيبه مطلوبه، الاعمال اللي تسعد النفس وتسعدك بعد مماتك الانسان مطلوبه. يعني احنا خلقنا لعبادته وللصدقه وللقول الحسن وللمعروف وللاداء الجميل مع نفسك ومع الاخرين، وهذا الشيء المطلوب. حسنت. فالحقيقة نشكر هذا الشباب ونشكر الجهة التي جو منها جعلهم يسلمون، وهذا واضح الجهد. نسأل الله أن الله يوفقهم ويثبتهم يا رب. اللهم اللهم الله يجزاك خير أبو سعد. فيه مشاركة عند فراس. هذا نشيد عن القرآن بما أنكم تكلمتوا عن الشيخ مشعل القرآن ومن ذا الكلام. ممتاز. لعلي أنشد
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتماثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظين حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا أمة القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا وثقي بوعد الله أن يتحققا وثقي بوعد الله أن يتحققا بارك الله فيك ما شاء الله تبارك الله يزيد من فضلهم يسمع الله يبارك فيك مخرجنا العزيز المقاطع جاهزة خلاص عرضها الله يسعدك وراء بعض لأن احنا على وشك ننتهي من شبابنا ضيوفنا ونترك المجال لكبار العمر والقدر تفضل إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يو لو ما جاي كلاس ولا بس رايس كان الشباب كتروني يا الله يا نسيان هو نحل واجباتي ولا لا يعمل مثقال ذرة شرا يا راه واصبر بسم الله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إيه بس باقي دقيقتين وتبدأ المباراة متى بخلص من الصلاة إن شاء الله هذا المشروع التجاري ناجح وتكون أرضاحة مضمونة ويكون نجاح فنجاح قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون طبعا كان للتوضيح السادة المشاهدين هذا مقطع من جهود الشباب أنفسهم وهذه الرسائل اللي كنا نتكلم عنها قبل شوي اللي هي الرسائل التطوعية مجموعة شباب يؤدون الصلاة يظهرون للناس كيف أن الواحد يعني تحصل له يعني الهواجيس في صلاته ويخرج من صلاته يعني أن الخشوع والطمأنينة هي الأهم وهي ركن من أركان الصلاة هذا المقطع تعريفي وتثقيفي للناس كذلك عندنا مقطع آخر عنوانه لا تغضب كذلك رسالة يعني لمن لا يتمالك نفسه عند الغضب أن يكون يعني هذا الدرس ويعتبر بمن حوله من الأحداث اللي تحصل بسبب الغضب تفضل لمخرجنا عطل المقطع الثاني
حياكم الله السادة المشاهدين مرة أخرى. مثل ما ذكرناكم أن بعض هذه الرسائل التطوعية التي يقدمها شبابنا، أسأل الله أن يحفظهم بحفظه، تفيد المجتمع بلا شك، وهي درس للإنسان، وهي تعود أيضا على الشخص نفسه قبل أن يكون فائدتها للمجتمع بشكل عام. عندنا مشاركة أخيرة عند شاعرنا، شاعر الشباب أبو عبد الله العرجاني. تفضل أبو عبد الله. يقول يا متاهت صحاري نجد، وين الطريق للي ذكر الديار يشوقه للديار، يدفعه للسفر ويرجعه للفريق، نشوة أول نهار وضيقة آخر نهار، يستخير ويشوف الخير أقرب رفيق، كل ما راح وقف والتفت واستخار، وقفة المنتظر لو ينتظر ما تليق، قسوة الدرب ولا قسوة الانتظار، خابر إني قوي حيلة وخبري عتيق، الصمود الطويل يسبب الانهيار، في محاجر عيوني من دموعي حريق، مثل ما يحرق اللاهب حدود الوجار، ودي يفوح صدري مثل فوح البريق، البريق أهوى من الحزن ما هو بحار، وكل ما قام صدري ونفسي يستضيق، وصار للحزن من الأفراح رد اعتبار، أتحاشى أي شخص عدو ولا صديق، وقف الباب دوني واشتكي للجدار، ودي أشل وزن النير ولا طويق قبل يظهر علي الحزن والانكسار، ذا الشهر رحت فيه من أبحر إلى بقيق، من محل المحل ومن مطار المطار، تايه بلا دليل وعاشق بلا عاشيق، فاقد رقتك يلي عتابك رقيق، وصرت في الكون كله صورة بدون إطار، ودي أغفى على شوفك ولا عاد فيك، لين اشتل على عمر 40 استار، أنا ما في حيلة وانت مالك طريق، وصلك مغامرة والبعد عنك انتحار. سلامتك. الله يصح لسانك وبيض وجهك أبو عبد الله. حقيقة الشباب ما شاء الله تبارك الرحمن، هذا جزء بسيط مما عندهم، والمشاركات كثيرة. إن في هذه اللحظات نستقبل حبيبنا ومقدمنا الأساسي الأستاذ بدر الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسعدكم ويبارك فيكم ويرضى عليكم. الله يحييك. اليوم يوم الأفلاج اليوم. أي نعم. منورين منورين. أفلاج وتمرة. أفلاج وتمرة لا تنسى. رأي تمرة. ما شاء الله. أنا أخوش أنا. تمرة. أنا أخوش يا خجلوي الله يسعدك. ونعم ونعم. يا مرحبا يا مرحبا. حياكم الله. ولا ننسى أبو سعد. الله يبارك فيك. الله يرضى عليكم. يا هلا وسهلا حياكم الله في محلكم اليوم، مشرفينا ومنوريننا الشباب ما شاء الله، وما شاء الله التطوع والفكرة الجميلة والمبادرات الجميلة، وابو سعود ما شاء الله على رأسهم أستاذهم وقائدهم، حياكم الله جميعا. الله يبارك فيك أبو عبد العزيز، سعدنا والله بانضمامك، وأنت والله الأصل ونحن الفرع. لا 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 الله يحييك. العين ما تلا الحاج، بنتعلم منك ابو سعود. الله يحييك ابو عبد العزيز. الله يرضى عليك. نستاذنكم في هذه اللحظة. لا لا تونا تونا. نودع شباب ابو سعود فراس بن عبد الله الغياثات، ان والله ورانا سفر ان شاء الله. كون ابعلمك بعذري، عندنا والله سفر، ترى القرص ذا من البدايه. والله ان جعل ربي يغنيك كثر خيرك ومن يسمع، والله ان مرتبطين عندنا ارتباطات. هجيب لكم حقي ان شاء الله توعدوني. جعل ربي يطول عمرك، انت لاحقين وياك انا وياك بتواصل معك. نوياك هالديره واحده بتواصل معك. عمركم ان شاء الله يجعل لكم ما تشوفون ان شاء الله. ان شاء الله من قال ويحفظكم ان شاء الله. نستاذنكم نودع شاعرنا عايض العمور، استودعناكم الشيخ محمد الملفي، وشاعرنا الله يستر عليك ويحفظك بن سعد الشهراني. تسلمون. كذلك نكرر الشكر للشباب اللي حضروا معنا، مشعل بن عبد المحسن الشريد الفائز بالمركز الثاني، وإن أعطيناكم نبذة تعريفية عنه. نعم ما شاء الله. شاعرنا محمد بن عبد الله العرجاني، منصور بن شبيب الكبرى، علي محمد الكبرى، فراس بن عبد الله الغياثات. تفضلوا عند زملائكم حتى نستكمل إن شاء الله. أيه. نترك المجال لضيوفنا. يا هلا وسهلا حياكم الله. وكذلك برفقتنا اللي ما حضروا البث المباشر، وهم موجودين يدعمون زملائهم في خلف الكواليس، عبد الله بن حسن الحقباني، عبد الله بن مسفر الشكرة، فلاح بن حمد الكبرى، علي بن جمعان، زايد بن فهيد القحطاني، خلاد الزنان، عمر بن ناصر، نايف بن فهد الشريف، عبد العزيز بن سعود الهواملة، وعبد العزيز بن بدر العتيق، ومعهم كذلك أحد المشرفين الفضلاء
زيد بن فلاح الكبراء. نترك المجال لمقدمنا العزيز أبو عبد العزيز. ليه ما يشاركون الشباب وضيوفنا اللي لهم حق علينا والله وعونا واعتذرون كنا نعتذر منكم والأستاذ المشاهدين إن كنا أخذنا من وقتكم الكثير كذا ذواقه يعني ما أعطيتونا والله عندنا ارتباطات وانت خابر أنا أعطيتك عذري مسبقا ولا والله ما نمل والله من جلستكم تعرفنا على شاعرنا اليوم والشيخ محمد والله ما بطين عنه وأبو سعد والله متخابر من مكان الأول البرامج السنة الماضية نعم أي آخر علم نابه سعدنا بكم جميعا اليوم يسعدك ذلك إن شاء الله نلتقي على خير اليوم نقلة نوعية اليوم لمجلس البزنس اليوم حضورك أبو سعود مع الشباب وما شاء الله نشجعكم وأنتم قدوة ما شاء الله تبارك الله وندعمكم من هذا المنبر في أن تقدموا الرسائل الجميلة هذه منبرك يا أبو سعود وكل من عنده كلمة ولا عنده رسالة ولا عنده توجيه حياه الله في هذا المجلس الله يجزاك المتواضع بعد إذنك أبو عبد العزيز قبل أروح فيها قصيدة عند أبو سعد إذا كان يدور لي أنا نسيت والله موضوع ترى اجتماعية والله قبل أمشي حضرت شيء عندي قصيدة وعجبت فيها صراحة اللي عندك كل عندك مقبول يا أبو سعد أسمعكم إياها قصيدة صراحة وطنية قيلت قبل كذا بس أنها طيبة وزانت لي صراحة أسلم يا سلام للمجد العليا 88 ذكرى عظيمة للوطن والسعودي سلام يا دار الملوك السلاطين سلام يا بلادي وعيدك يعودي سلام للقبلة وشوق المصلين منها يشع النور وفيها يسودي دستورها القرآن وعمادها الدين وينعم بها سكانها والوفودي سلام للحكام مني ملايين سلام يا جيش الوفا والصمودي للعز يا دار للعز يا دار الملوك الميامين دولة أهل التوحيد وأهل العهودي من دون حدانك رجال شديدين من دون حدانك رجال شديدين الكل منهم في الملاقى يجودي بنفوسهم جادوا من أول وهالحين الكل منهم في الملاقى يجودي بنفوسهم جادوا من أول وهالحين لجل الوطن وأهل الوطن والحدودي سلمان عاهلنا وعوق المعادين العاهل اللي عن بلاده يذودي ولي عهده في جميع الميادين يسلم ولد سلمان شبر الأسودي وسلامتكم وسلامة من يسمع الله يصح لسانك تسلم تسلم ما شاء الله قصيدة ممتازة جدا وجهك إن شاء الله يستر عليك وحقيقة بما أن الشعراء ما شاء الله تكلموا عن الوطن فالوطن غالي علينا وهذه مشاركة بسيطة طبعا أنا لست بشاعر أحسنت ولكن مشاركة بسيطة وبشرى أزفها إلى رجال الأمن يا سلام إلى كل رجل أمن يسمعني الآن في أي قطاع أزفه لك بشرى من محمد صلى الله عليه وسلم هذه البشرى في حديث صحيح حيث قال صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله الله أكبر أنت أيها الرجل الأمن على الحد الجنوبي أو في نقاط التفتيش أو في مكتبك تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فعليك أن تحرص بارك الله فيك حتى تنال هذه البشرى العظيمة من حبيبك وقدوتك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وقد تنال الاثنتان بكيت من خشية الله سمعت آية سمعت مؤذن ينادي الله أكبر الله أكبر ثم خرجت إلى هذا المسجد وعينك تذرف شوقا للقاء الله صليت خلف إمام ثم خشعت ثم ذرفت عينك ثم بت في تلك الليلة أو في أي وقت في موقع من مواقع هذه البلاد المباركة ولله الحمد في هذه النعمة نعمة الأمن منذ أن وحد الملك عبد العزيز طيب الله ثراه هذه البلاد العظيمة هذه البلاد المباركة ثم سار من بعده أبناؤه البررة حتى وقتنا هذا في وقت الملك سلمان حفظه الله وأميرنا المحبوب الأمير محمد بن سلمان أيده الله ونحن نعيش ولله الحمد في هذه النعمة العظيمة وهي نعمة الأمن لعلي أذكر لكم يعني موقف حصل تكراراً ومراراً الواحد في بيته ينام وأنا حصل لي هذا أنام البيت أحياناً ننسى باب مفتوح السيارة مفتوحة تقوم
في الفجر أو في الصباح تجد كل شيء ولله الحمد في سكون وفي هدوء، ولم يعني يحصل أي شيء من الأمور التي تحصل في بعض البلاد من السرقات ومن المصائب. كل هذا يعود لماذا؟ إلى هذا الأمن في هذه البلاد المباركة. الواجب علينا كمواطنين أن ندعو للحاكم ولولي الأمر ولرجال الأمن بالتوفيق وبالصلاح. أيضا رجل الأمن في مكة المكرمة أثناء الحج، لو تأملنا ماذا يصنع هذا الرجل، رجل الأمن يعمل أعمال ليس موكل لها، رأينا كثيرا منها مثلا أحد رجال الأمن يمسك طفلا حيث ذهب أباه أو أمه يرمي الجمرات، ثم مسك هذا الطفل حتى عاد هذا الحاج وابنه مع أحد رجال الأمن في أمن وفي صحة وفي عافية ولله الحمد. لذلك أيها الأحبة في الله، الذي سافر إلى خارج البلاد يعرف نعمة الأمن في هذه البلاد المباركة. الحمد لله. وهذه النعمة ترى ما أتت في يوم أو ليلة، لا والله، إنما أتت بقيادة حكيمة وأتت برجال أمن أوفياء. أعيد وأكرر وهي قبلة على رأس كل رجل أمن، أنتم تاج، أنتم العين الساهرة، أنتم الرجال. الذي أوصيكم بالإخلاص فقط، إذا أخلصت في عملك تدخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يحفظ رجال أمننا على الحد الجنوبي، آمين آمين، وأن يحفظ رجال أمننا في كل نقطة وهم يقفون لتسهيل الأمور. وأذكر قصة أخيرة أيها الأحبة في الله، أنا كنت أذهب إلى المسجد على قدمي تقريبا مسافة كيلو، وأقطع الشارع الرئيسي الذي يربط بين الرياض وحوضة بني تميم ثم الأفلاج ثم السليل والوادي ثم إلى عسير. قبل المغرب بخمس دقائق مرت السيارة فيها امرأتين، امرأة تقود السيارة ومعها إحدى أخواتها أو قريبة لها، منطلقين باتجاه الجنوب في أمن وإيمان وراحة ولله الحمد. هذه نعمة عظيمة جدا، الحمد لله. يعني تخيل وهم يقطعون هذه المسافة، يمكن مسافة 700 كيلو أو 1000 كيلو، لا يخشون ولا يخافون إلا الله سبحانه وتعالى. ترى هذه النعمة يا أخوان يجب أن نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، ويجب أن ندعو لولي الأمر وإلى رجال الأمن بالتوفيق والسداد. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الله يجزاك خير على هذا الكلام الطيب. آمين. الله يجزاك خير ويرحم والديك. الله يسعدكم ويبارك فيكم. صراحة لقاء جميل مع شباب الوطن، ونهنئهم ما شاء الله تبارك الله، ونستودعهم الله الذي لا تضيع ودائعه في رحلتهم. و تكلم أبو ملفي عن الوطن، ومهما تكلمنا عن الوطن، وطننا من فضل الله علينا، من أكبر النعم علينا أن ننعم ونعيش في وطن فيه الأمن والأمان، فيه الاستقرار، و ننعم بنعمة هذا الدين العظيم، دين الإسلام، لا إله إلا الله، مفاتيح الجنة. فربي خصنا بخصائص ومزايا ما خصها بالشعوب الأخرى ولا بالبلدان الأخرى، فنحمد الله قائمين قاعدين على هذه النعمة، وكفى بها من نعمة. صراحة جدا أنا مسرور بلقائكم في هذا اللقاء الذي أمسي فيه على سيدي خادم الحرمين الشريفين وعلى ولي عهد محمد بن سلمان وعلى جنودنا البواسل الذين يحفظون الحدود والثغور. وندعو كل من عنده وقت، كل من عنده مهنة، كل من عنده مادة في دعم وطنه، لأنك عندما تدعم هذا الوطن تدعم أنت نفسك، تدعم بلدك، تدعم مليكك. فأقل شيء نقدمه يعني أن نكون في أمن وأمان، أقل شيء نقدمه لوطننا أن نحافظ على أمننا، ونحمد الله سبحانه وتعالى على كرمه وعطائه سبحانه وتعالى. اليوم معنا الشعراء، ومعنا ما شاء الله أبو ملفي صاحب البشائر. اليوم بالبشائر، كلها بشائر جميلة منك أبو ملفي، بيض الله وجهك ووجهكم من اسمه. وسمعنا القصيدة فيما قاله في الوالدة والأم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يغفر
لجميع أمهاتنا ونغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين. اليوم نسينا نعطيه خبر. زحوطنا على اي نعم. الله يسعدكم ويبارك فيكم. ودنا نسمع من القصيدة الجميل من شاعرنا. ابشر الله يسعدك. قبل اقول قصيدة امسي على اخوي الشيخ جلوي ونعم واخوي فهد وسعد ومرزوق ومبارك ونعم ما شاء الله. واقول لهم الله يمسيكم بالخير ولا تنسونا من دعواتكم. بيض الله وجهكم. وكل من يشاهدنا والزملاء والأصدقاء الباقيين اللي يشاهدونا الحين، يا سلام، ما نستغني من دعواتهم. يا سلام. القصيدة هذه طبعا فيه بعض الناس يجيك يحاول أنه يضيق صدرك تمام، حاول قدر مكانك تجنبها، يعني شوف لك مكانك جالس يعني في مكان وجاء من يضيق صدرك ابتعد عنه، رح سج رح لك في بر، رح لك في مكان من هنا ولا هنا. صدقت. المهم كتبت القصيدة هذه وقلت فيها طبعا أبى أشيلها الشيلة. نعم ممتاز. أي شيء طبعا اللحن من نفس لحن هذيك اللي شالها المنشد فهد مطر وفايز المالكي. يا سلام. يقول يا صدري أحنك من الضيق وتضيق الله هذه. الله الله. وأقول يا قلبي لا تشرح على الناس وتضيق، ارفع مقامك واعتبرها تسلي، الما يبل الحلق ما نشفت الريق، واللي يجيب الهم خله يولي، وابعد عن الديرة وخلى المخاليق، وارفع بصوتك بالقصايد وشلي، ويزين لك بدع القوى في طواريق اللي تخلي البال شرح ودلي، وإن كان بالصحبة لقيت المطاليق. شرواكم شرواكم طيب. الصحبة اللي منهم ما تملي، ناس النشامة كل بهم عشاشيك، ما هو بعشق الفاتنة تالم ولي، يا قوم دامك سالي ابعد عن الضيق، واللي يجيب الهم خلاه يولي. سلامتكم. يجيب الهم خلاه يولي. ما شاء الله نصائح جميلة. وفعلا فعلا أي شيء يا ابن آدم يجيب لك النكد ابعد عنه، ابعد عنه صاحب مكان ابعد عنه خله يولي، على قولة الشاعر ما شاء الله خله يولي. هذه من الأشياء يعني النصائح الجميلة يا شاعرنا. مكان بيضيق صدري فيه، مكان بينكد علي، أتركه، أنا عندي أغلى ما عندي نفسي، وإذا جيت في مكان بيرتفع ضغطي فيه وبتخرب أخلاقي فيه وبتزين بشين يومي فيه، لا والله أتركه وأترك الجلوس فيه واللي يدعي لهذا المجلس. ولا لا يا أبو ملفي؟ نعم صحيح. ها؟ صحيح. يا سلام. سوات الشعر اللي يقول أنجفاك الخل تلقى لك خليل، وأنجفاك الدار بدله بدار، يعني مكانك اللي أنت فيه يا سلام. غير. يا سلام. ما هو بلازم دور وسعة خاطرك، دور رضاك. فيه عندي قصة. تفضل. الكلام يسوق بعضه. يا سلام. عندي قصة في هذا الموضوع، أن الدنيا كلها على بعضها ما تسوى شيء إلا ما تقدمه يمينك أو ما تطلب ربك فيه، هذا اللي بينفعك في حزة لغيره. فيها اثنين من قرية واحدة ومن ربع واحدين، بينهم خصمة. راح واحد منهم وخطب عند واحد ما هو بساكن في الديرة، واحد منتزح شوي، وهو يعرف دوله بس ما هم بيعرفهم كلهم.
قال أنا بنشد عنك أهل قريتك اللي أنت عنده. قال بس أبي منك طلب تكفى، لا تنشد فلان بيني بين خصمة ولا هم مادحين فيني بذمني ولا تنشد فلان بفلان لاني بيني بين خصمة، ويمكن وأنا والله بعيد من الشيء ذا، مو كله على حسب الراوي كله من طريق لا ذا ولا ذا، لكن عاد فالخصمة ما فيها خير ولا تسوى، والدنيا كلها مثل ما قلنا ما تجيب اللش، ما تسوى إلا والتغافل من شيم الرجال والتغاضي. وعلى ما قال شاعرنا بن ثائب الشهراني الله يعافيه من هذا المنبر يقول أسمع وكنا ما سمعنا ورا وكني لم أرى بعض المواقف. ما هو بلازمك تسمع ولا هو بلازمك تشوف، أسمع وكنا ما سمعنا ورا وكني لم أرى، يعني أتغاضى أخلي اللي ما يزيل لي كني. وتراك الإنسان تراك تؤجر عليه، تراك تؤجر على الكلمة اللي تجيك شينة وتغاضى منها وتغافل، فيزيل المتغافل في مثل هالأمور. المهم نرجع لقصتنا، قال رجال أبشر أبد ما نبجي الرجال اللي تقول، خلى الناس كلهم وراح للشخص هذا. طبعا في شيء في داخله اللي خلاه يروح للشخص هذا. راح للشخص هذا وقال يا فلان انا فلان خطب عندي او ولده في ما الله اعلم، واليوم انا ابي انشد عنه. قال فلان والله لو ان عندي بنت اني ازوجها انا، وهم ما يتسالمون اصلا، ما يتسالمون. لكن شوف كيف حتى لو تخاصم مع زميلك مع قريبك مع صديق، والخصمة لها شان، ولا تظلم الشخص في 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 ما بينك وبين الله من طيبه من جيده من حفظه للشيم للقيم للمعارف، لا تظلم أحد بس ما بخصمة. قال وش تقول؟ قال والله لو عندي بنت اني لازوجها انا. طبعا ما علم الشخص انه بينه وبينه زعل. ايوه الرجال خلاص اكتفى ما سأل احد غيره. راح الرجال وقال سألت عنك رفيقك. ايش تقول؟ قال نعم. وقال والله لو عندي بنت اني ازوجها. شوف حفظ الرفقة وحفظ المعرفة وحفظ الشيم، ما هو مساتني متزعل مع واحد بقدحه ولا بحط فيه شيء ما هو فيه ولا والله. صحيح ترى هذا من شيء من الرجال، وهذا الدين يحتنا على هذا الكلام. الشحناء والخصمة لها باب ولها جواب، والأمور الثانية لها. قال وش تقول؟ قال والله إني جيت فلان اللي حذرتي منه، وقال والله لو عندي بنت أني لا زوج وإنه كفو. إيش سوى الشخص ذا؟ خذ له خروفين وراح الرجال ذا. الحب أنت إياه. قال أنا بيني بينك خصمة والدنيا ما تسوى، والله إني خطبت عند فلان أو قال ولده وحذرته ما يجيك، ولكن عكست الصورة الطيبة. هذه تبقى عندنا عبرة للي حضور والمشاهدين، للي بينك وبين خصمة ما تجحده في معروف قد جاء بينك وبينه أو معرفة أو رفقة، هاي تلزم. والدين يحثنا على أنك تغافل، وإنك الخصمة موجودة، ولكن الخصمة فيه من يحلها، فيها الخير، فيها آخر شيء الحكومة تحلها بالوجه الشرعي، ما لها علاقة بالأمور دي كلها. فأحببت أني أقص عليكم أنتم المشاهدين هذه القصة، ربما أنها تكون عبرة لنا وللمشاهدين. يا سلام يا سلام، هذا من الوفاء. يعني أني لو اختلفت وجهات النظر، ولو اختلفت في بعض المسائل، لكن أقول الحق. هذا الرجل صراحة هو اللي فعله درس وهو الأصل. يا سلام. ولا لا أبو ملفي؟ نعم صحيح. ها؟ صحيح. في خاطرك شيء أبو ملفي؟ والله إحنا زفينا بشرى لرجال الأمن. أسلم. وبشرى للأم وللنساء. واليوم حلقتنا إن شاء الله كلها مباركة ومنوعة، لكني خصصتها ببعض البشارات التي أزفها لمن يتابعنا.
عبر هذه القناة المميزة. قد يقول الرجال والشباب يا أبو ملفي ما أعطيتنا شيء ينفعنا أو بشرى ينفعنا أو بشرى نستبشر بها، فأقول لكم رويدا رويدا، فهناك مبشرات والبشرى ليست مني إنما من الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنت يا من تسمع هذا الكلام، هل أنت اتصفت بهذه الصفة حتى تنال هذه البشرى؟ جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يعجب ويضحك، يعني أمرين، يعجب ويضحك من رجل قام من فراشه في جو بارد، خاصة هذه الأيام، قام من فراشه وتوضأ، خرج من بيته إلى بيت من بيوت الله، ما خرج إلا تلبية لنداء الله، وهو يسمع المؤذن يقول الصلاة خير من النوم، فقام ذاكرا مستغفرا متوكلا على الله ثم صلى الفجر. فيعجب الله من صنيع هذا الرجل الذي ترك الفراش والبرد القاسي ثم خرج لينال الأجر من الله سبحانه وتعالى، فصلى الفجر في جماعة ثم جلس في أذكاره التي بعد الصلاة ثم عاد إلى بيته ولله الحمد. ثم يأتي بعد هذا الحديث الصحيح بشر المشائين بالنور التام يوم القيامة، نور تام، هذه بشرى. والبشرى الثانية الذي قال أيضا حديث صحيح من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. انظر إلى الفضل العظيم، وانظر إلى بعض الناس الذين تركوا الصلاة وهي الركن الثاني من أركان الإسلام وأصبح نائما كسولا، وقبل أن يذهب إلى العمل الساعة السابعة قام وصلى ركعتين خفيفتين. وقد تقبل أو لا تقبل، لكن من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من ترك الصلاة أو أخرها عن وقته متعمدا نسأل الله السلامة يخشى عليه من الكفر. لذلك أيها الأحبة في الله، رجالا وشبابا ونساء وفتيات، الله الله بالصلاة. إذا أردت السعادة حافظ على هذه الصلاة، وخاصة صلاة الفجر. إذا تقدم رجل يخطب بنتك أو أختك اسأل عنه، هل هو من المصلين، هل هو من المحافظين على الصلاة وخاصة صلاة الفجر، فزوجه ابنتك. أما إذا كان غير ذلك فإياك إياك أن تزوج هذا الرجل أو هذا الشاب الذي ضيع الصلاة، فقد يضيع الأمانة. وأول ما نسأل عنه يوم القيامة الصلاة. آخر ما وصى به المصطفى صلى الله عليه وسلم عند سكرة الموت الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. هذه الصلاة نور. والله تجد الرجل موفق، الرجل موفق أو الشاب موفق أو سعيد أو مرتاح في بيته في عمله مع أسرته مع أهله، تجد أن هذا الرجل أو أن هذا الشاب من المحافظين على هذه الصلاة. وتجد العكس، من ضيع الصلاة ضيع نفسه، من فرط في الصلاة فقد فرط في أجور كثيرة. لذلك أيها الأحبة في الله نحافظ على هذه الصلاة حتى ننال البشرى من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بيض الله وجهك أبو وجهك والسامعين على الكلام الجميل والعظيم عن أعظم عبادة، وهي دليل تعلق العبد ربه، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ترى الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الخطى إلى المساجد، هذه من مكفرات الذنوب. وقال من أعظم العبادات وجميع الأركان فرضها الله على عباده ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم يمشي على الأرض، إلا الصلاة، لعظم الصلاة فرضها الله ليلة الإسراء والمعراج وهو في السماء عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، عندما فرضت 50 صلاة ثم خففت. وهذا الكلام لي قبل المستمع وقبل المشاهد، كيف نجتهد في الصلاة في أن لا نتفكر إلا في داخل الصلاة. دائما يجتهد الشيطان، لما جابوا المقطع قبل شوي خنزب، في إشغال ابن آدم، تذكر كذا يوم كذا فعلت كذا وراء ما تفعل كذا، يعني يشغلك في مداخل. قال حتى ما يقبل من صلاة المرء إلا خمسها سدسها عشرها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
والعجيب في الأمر والعظيم عند الله سبحانه وتعالى عندما يجتهد الإنسان في الخشوع في ركعتين أن الله سبحانه وتعالى يرده من ذنوبه كيوم ولدته أمه. لما روى الحديث أحد الصحابة وكان أحد الصحابة يسمع هذا الحديث فقال انظر ماذا تقول في موطن واحد يغفر الله له، قال لولا أني سمعتها من رسول الله مرة ومرتين وثلاث إلى أكثر من 7 مرات ما قلتها في مجلس. أن الذي يحضر للصلاة في معنى الحديث اللهم ارزقني لفظ الحديث، يعني لا يشغله شيء عن الصلاة، لا يخرج يعني تفكيره وعن الصلاة، رجع من ذنوبه كهيئته يوم ولدته أمه. برجع لنص الحديث، الشاهد من ذلك أنا أجتهد في حياتي وربي خلقني لهذا الأمر أن أعبده، فكيف وأنا أقف بين يديه يأتي من يشاركني في الصلاة؟ أتفكر مما في تجارة وإلا في شخص وإلا في زوجة وإلا في ولد وإلا والله اللي خلقني أعطاني كل شيء وذهني مشغول عنه، يعني ما تجي. الله اللي أعطاك كل شيء والآن يأمرك بعبادته ثم أنت تصلي وتفكر في غيره. عندما يكبر العبد يستشعر أن الله سبحانه وتعالى يقول اكشف الحجب بيني وبين عبدي. يا الله اللي خلق السماوات وخلق الأراضين خلق الكون كله سبحانه وتعالى، ربك ورب كل شيء، الذي أطعمك وكساك ورباك وأنشأك وصورك وأحسن صورتك سبحانه وتعالى، أنت تقف بين يديه عندما تقول الله أكبر، الذي خلقك يقول اكشف الحجب بيني وبين عبدي. الله المستعان. الحمد لله. يا رب يا رب ترزقنا الخشوع، ترزقنا الاستحضار لهذا الأمر اللي خلقني الآن يكشف الحجب بيني وبينه، ما عاد فيه واسطة ولا عاد فيه بيني وبينه إلا مباشرة أنا أناجي الله سبحانه وتعالى. فالصلاة صلة العبد بربه، فعندما تقول الله أكبر يكشف الحجب بينك وبين الله. تخيل عندما تقول الحمد لله رب العالمين، الله يقول حمدني عبدي. عندما تقول الرحمن الرحيم، الله يقول أثنى علي عبدي. عندما تقول مالك يوم الدين، الله يقول مجدني عبدي. وعندما تقول إياك نعبد وإياك نستعين، فيقول المولى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وعندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فأنت تسأل الله الهداية. والله يقول سبحانه وتعالى من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا الذي أنعم الله عليهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا وأن يرزقنا الهداية وأن يشرح صدورنا. فتقرأ بعدها سورة ما تيسر من القرآن، وعندما تقول الله أكبر فما دونه أصغر وما دونه لا يساوي شيء، أنا أقف بين يدي الله. فالسلف قصص نسمعها كثير عن السلف والصحابة والتابعين يعني في خشوع في الصلاة. نذكر على سبيل المثال قصة عروة بن الزبير لما أصيب بمرض الآكلة وأرادوا أن يقطعوا رجله رضي الله عنه. الله المستعان. فلما جاء عند الطبيب أمره أن يشرب الخمر حتى يكون يعني بنج له، فقال أعوذ بالله أن أشرب الخمر، ولكن إذا رأيتموني أصلي فافعلوا ما تشاءون. لا إله إلا الله. أنا جالس يعني أتفكر في فعل هذا الصحابي، يا رجال إحنا الحين لو مرت عندنا نملة ولا ذبانة ولا ذا تحركنا المقطع اللي قبل شوي يعني. فتخيل هذا في صلاته جو قطعوا رجله وهو يصلي وهو ساجد ما درى عنهم إلا لما أغمي عليه. فيهم خشوع سبحان الله. يعني كانوا الصحابة إذا صلى في المسجد الطير يأتي يقف على رأسه يظنه سارية من طول الوقوف. بعض يعني القصص اللي سمعتها أحد السلف كان يصلي في مسجد
نصف المسجد سقط، ما درى أنه سقط في خشوعه. شوف الخشوع، ها؟ لا إله إلا الله. فأحد السلف يقول: جاهدت نفسي في الصلاة 20 سنة وتلذذت بعدها 20 سنة. جاهد نفسه، كيف أخشع في صلاتي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء عليه الصلاة والسلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة. إذا صلى خلاص. فلو يجتهد الإنسان على تعليم هذه النفس وتربية هذه النفس وتهذيب هذه النفس مع الله سبحانه وتعالى في الخشوع في الصلاة، والله يجد لذة، إنها أغلى وأحلى أيامه ولحظاته عندما يقف بين يدي مولاه سبحانه وتعالى. ونسمع كثير من القصص العباد عندما يناجي ربه سبحانه وتعالى، فنسأل الله يرزقنا هذه اللذة التي كلما تجتهد للشيء الله يعطيك حكمته ويعطيك فنه. فإذا أنت اجتهدت مع الله سبحانه وتعالى في إصلاح اتصالك، ولا بد أن تجتهد، طال الزمان أو قصر لا بد أن تجتهد، لأن أول ما يحاسب المرء يوم القيامة عن صلاته. فإذا صلحت صلاته صلح سائر عمله، وإذا فسدت صلاته نسأل الله السلامة. نسأل الله يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. آمين. فنهتم في الوضوء، نهتم في الخروج للمسجد، نهتم في السكينة والإتيان للمسجد بالسكينة. أسباب الخشوع كثيرة يعني، فنجتهد حتى نجد بغيتنا، سعادتنا والله في وقوفنا بين يديه سبحانه وتعالى. الشيخ المنجد بارك الله فيه ذكر 33 سبب في الخشوع في الصلاة. يا سلام. والله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ يعني الشيخ بدر جزاك الله خير، فتحت لي بابا وهي بشرى. يا سلام. واليوم نزف أيضا بشرى. يا سلام. اسمعوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى. صلى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة، لكن الذي بين الصلاة ارجعوا لهذه الصورة تعرفونها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر: والذين هم على صلواتهم يحافظون. ما هي البشرى؟ أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. انتهت؟ لا، باقي الجنة. عندما ندخل الجنة أعظم نعيم في الجنة، اسمع يا من خشعت في صلاتك، اسمع يا من تسمع المؤذن ينادي الله أكبر، تركت كل شيء ووقفت أمام الله تعظم الله سبحانه وتعالى، والله أكبر أكبر من كل شيء. نجتهد في الخشوع في الصلاة، إذا دخل أهل الجنة الجنة فينادي الله سبحانه وتعالى: يا أهل الجنة ماذا تريدون؟ ماذا تريدون؟ فكلهم يجتمعون على كلمة واحدة: أرنا وجهك ننظر إليه. تذكر أخي وأختي المسلم والمسلمة، يا من حافظت على هذه الصلاة، هذا الموقف العظيم. وفي القرآن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يكشف الحجاب وترى وجه الكريم سبحانه وتعالى، بل تتلذذ بالنظر إلى الله سبحانه وتعالى الذي عبدته في هذه الدنيا، كما قرأ شيخنا وكما نقرأ في جميع الصور: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا الله، ولا نستعين إلا بالله، ولا نركع إلا لله، ولا نسجد إلا لله. ترى هذه نعمة عظيمة، أنت تعبد الله سبحانه وتعالى. لذلك أخي المسلم وأخي المبارك، ننتهز هذه الفرص العظيمة حتى ننال تلك المبشرات والبشائر الذي أعدها الله سبحانه وتعالى هناك في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. الله يجزاك خير ويرضى عليك. سم بسيط. تفضل. أنظر للناس يعني اللي يصلون، شوف وجوههم ما شاء الله منورة ومسفرة ما شاء الله، صحيح، وصدورهم شرحة تلقاهم مبسوطين على طول ما شاء الله، خالي من المشاكل. وانظر للناس اللي ما تصلي وجوههم سود،
وتلقى صدورهم ضيقه وفي مشاكل ان شاء الله كلهم يصلون بس مقصرين مقصرين يصلون العالم كلها تصلي الحمد لله لكن نقول الذي تقبل صلاته ان شاء الله ونسال الله ولا امه والله لامه فيها خير والله نمشي على الطرق تجد المصليات او تجد المساجد اللي في المحطات انها ممتلئه بالرجال والشباب والنساء والاطفال والله في الطرقات والله صحيح يا رب لك في هذا البلد المبارك في الطرقات احنا مسافرين للجنوب او للشمال والله نعين الناس ملبقين يمين ويسار يصلون الله عز وجل الناس فيها خير يا ربي لك الحمد الناس فيها خير والله الناس فيها خير ان جيت المساجد فيها ان شاء الله خير ان جيت الطرقات فيها ان شاء الله من يصلي وعجبني الشباب ترى الشباب فيهم خير الشباب اللي جينا اليوم الله يسعدهم ويسعد عنهم الله ما شاء الله تبارك الله اللي حافظ قرآن اللي حافظ حديث اللي هذه شيء عجيب وإن شاء الله أمة محمد فيها خير إلى قيام الساعة بإذن الله الواحد له فيها عندي الله يسعدك مشاركة تفضل مشاركة بالفصحى طبعا كتبتها سابقا يا سلام تخص الصلاة والدعاء وكذا بتشيلها بصوت ولا لا لا القى هذه القى الله يسعدك عشان نريح نشر شوي طيب إيه طبعا هذه مثلا بعض الناس سبحان الله ضاق صدر على حاجة يا سلام راح يتشكل فلان وفلان 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 ما راح ينفعونك نعم ما راح ينفعك إلا الله سبحانه وتعالى سبحانه وهو اللي راح يجلي عن كلها ويسر أمرك إن شاء الله يسر أمورنا وأموركم إن شاء الله تفضل أقول يا ضائقا تشكي هموما في الخفاء في الخفاء الله يعلم ما يكن خفاك لا تشتكي للناس ما تخفي ولن يغنيك لا هذا ولا هذاك أقم الصلاة بوقتها فأداؤها للنفس راحات تزيد تقاك وعليك بالقرآن في وقت الدجى واتلو بقلب كامل الإدراك وادعو لنفسك باكيا متضرعا فبأمر ربك يستجاب دعاك وتعيش من بعد العناء بنعمة وتقول يا الله جل علاك الله يعلم ما تكن صدورنا وهو السميع مصرف الأفلاك وسلامتكم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ذكرتني هي قصيدة قل للطبيب تخطفته يد الردى من ذا يا طبيب بطبه أرداك المشكلة أن الحفظ عندي أنا كل المريض كيف عوفي بعد أسأله بعد عندك إيه ما قل المريض كيف عوفي من عافاك والنحل يطير البوادي كل النحل من غذاك الله ويوم ترى الثعبان يملأ سمه اسأله يا ثعبان كيف تعيش والسم يملأ فاك هذا شاعر سوداني أبدع حقيقة ما شاء الله ما شاء الله والله أبدع فعلا طيب عندنا هنا اليوم ندعم الأسر المنتجة في ناس مغديننا وفي ناس مقهويننا وفي ناس شو نقول مقدعيننا نعم بالتمري القدوع اليوم جايبينه لنا فعندنا اليوم التمر من حبيبنا أبو محمد من الأسر المنتجة تمور السدو اليوم بنمل يدينا شوي بالدبس هذا التمور وشاركنا كم مرة ولكن ما شاء الله شغل مرتب ويضمده في بيته هو يا أبنائه قائم عليه بنفسه وأبنائه ما شاء الله تبارك الله وبعض المشاهدين ما شاء الله أرسلوا لي رسائل الشكر من اللي اشتروا منه ما شاء الله تبارك الله واليوم نبي نقهويكم عليه وجربناه قبل أسبوعين ممتاز جدا ها أقول جربناه قبل أسبوعين ممتاز جدا نعم أبو ملفين جربته نعم هذه شهادة حقيقة نعم ها 10 من 10 يا سلام طبعا هذا على النظام القديم يقول ما أحط فيه أي شيء مواد أو لا ذا ولا أشياء يقول مباشرة كبس يدوي وترتيب إبداعي ما شاء الله تبارك الله هو سألته أنا ليش أنت على النظام الأولين قال أنا أحب النظام الأولين هذا شيء والشيء الثاني يقول أني في التنظيف بعض المصانع
يقول يعرضونه إلى حرارة شديدة وإلى، لكن عندنا يقول أو يضيفون عليه مواد، يضيفون عليه. هذا كلامه، أنا ما أعرف والله، بس أنا أنقل كلامه. عاد اليوم حنا بنتقهوى وياكم على ونقدع من هالتمر الزين اللي الآن ها أخذنا الوقت معليش في فكه عشان الدعاية تصير مضبوطة. الله يرزقهم إن شاء الله، يوسع لهم برزاقهم. الله 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 الله. لا 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 أكيد جودته. ها طبعا هو على نص كيلو، تشوفون لونه ما شاء الله تبارك الله، تشوفون لونه الآن بنثره في شكل جميل وكيد الطعم أجمل بإذن الله بإذن الله. لا تقدعون إلا من عندي هنا. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. هذا من تمر وشيقر، من تمر ديرتنا ما شاء الله. ترى الإعلان عشان هم الديه. أنا أتعيى يوم زودت الدعاية. أي نعم يستاهل أبو عبد العزيز. أنا توقعته من تمره بسليل. أي يا رجال، هل تمرهم؟ شرب الخير. لا هذا من تمر الديرة. منام خليكم إن شاء الله. والله الله اتصلوا عليه، إحنا ندعم الأسر المنتجة. نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك لكم في حلالكم ووالكم. شرب الخير. يستاهلون يتعبون. نسأل الله أن الله يبارك لهم. ندعمهم مجاني لوجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن الله يبارك. فأنتم يا جمهورنا الكريم لا تنسون تمرون عليهم، تتصلون عليهم، تشترون منهم شيء بيض الوجه وشيء يعني صراحة ترتيب جميل ومنظر جميل. أنا عاد ها وطاحت بعد وحيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام. اقدع وعلمنا عن بسم الله. يا سلام يا سلام ما شاء الله. احسنت ما شاء الله تبارك الله. بسم الله. حطه عندك هنا يا ابو ملفي عشان يصير قريب. ما شاء الله على شارعين صراحه بدون مجامله والله جميل جدا. ما شاء الله تبارك الله. الله يرزقهم ان شاء الله، يوسع لهم برزاق. اللهم امين اللهم امين. ما في كلام. مره مره ما ها كلام. والله انا اعطيتها 10 من 10. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. الله يا جمهورنا ويا مشاهدينا. الله الله. انا بقدع شوي. طيب اتكلم عنها هذه ها لعل المخرج يعطينا. عطنا فرصه عطنا فرصه يا ابو. طيب نعطيك فرصه بعد التمر. يلا ما توقعت انها انت الدعايه. اي نعم. القهوه سوداء اللي عندك ولا اي هذه مقطره سوداء. قهوه سادة ولا باره؟ اي نعم سوداء. ها سوداء. يلا سوداء. يعني نقدع عليها ولا ما تصلح القدوع؟ لا تصلح تصلح. يبي لها شوكولاته يمكن. اذا فيه مويه اذا فيه مويه حاره. يبي لها شوكولاته سوداء ابو. اذا فيه مويه حاره جاهزه نعطيك الواحد منكم. يا سلام. اي نعم. تقند راسه. الله الله. يا سلام. عبد العزيز. طيب عشان تفضل في خاطرك شيء ابو سعد؟ تفضل برجع كل. ها؟ لا لا تفضل تفضل. واجهت اليوم واحد. اسلم. في احد الاماكن. انا طالع من مكان وهو داخل. فالرجال نصاني فقمت اروح يمين استقال وقف 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 يا اهل قناه الواقع تحملني السلام الله عليكم يا المقدمين. لا انت ولا ابو نايف ولا على الموجودين الان. والله صباح اليوم حصر صباح ان شاء الله. اسمه من هذا المنبر محمد ناصر الكودري القحطاني. ونعم الله الله ونعم تحملني بالسلام لكم وللطاقم وللقناه كامله. الله ونعم الله بالقحاطين ونعم الله بالقحاطين نعرفهم ونعم بجميع القبائل. بيض الله وجهك. هذا احببت ما اقوله وما احببت اياه الرجال بالرساله. وافي وصل سلامك. الله يسلمك وياه من كل شر. ولا ينسانا من صالح دعائه. عز الله. طيب اذا كان حق القهوه السوداء الاسر منتجه القهوه المقطره جاهز عطنا عشان نتكلم مع عطنا. انا بغسل يدي وتكلم. طيب لعل عطني عنوان الرعي التمر هذا ما شاء الله عند ابو عبد العزيز. ايه تسلم مخرجنا الحبيب. جاهز الاعلان القطره البنه السمراء جاهز. طبعا اسر منتجه ويوجد ايضا رقم الجوال. وهذه القهوه من النوع الممتاز جدا جربت وهي القهوه المقطره نوع برازيلي يعني ممتازة جدا ننصح بها. ويوجد أيضا رقم الجوال إن شاء الله المخرج. أيوة هذا الآن واضح على الشاشة وفيها فوائد أيضا من هذه لهذه القطرة. طبعا لعل المخرج أيضا يقرب لنا مخرجنا الحبيب.
يوضع في بارك الله فيكم بكاس مويه مغلي وينتظر تقريبا لمده 5 دقائق او اكثر ثم تكون جاهزه هذه وموجوده ايضا على العلبه. ما شاء الله. طريقه التصنيع او طريقه استخدام هذه القهوه نسال الله سبحانه وتعالى. انتاج من اسر منتجه يا ابو. نعم نعم اسر منتجه سعوديين ننصح بالتعاون معهم و ما شاء الله صراحه. نعم. تغليفه حلوه. نعم. والترتيب حلو والكتابه حلوه. اذا كانت اسر منتجه وتنتج هذا الشيء. نعم. صراحه ابداع 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 ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله. ما شاء الله تبارك الله شيء جميل ما شاء الله. وفيها ايضا هدايا لل قهوه مقطره هديه للقناه يا شيخ ابو هديه للقناه للشباب ايضا يشاركون. بيض الله وجهك يعني اليوم بتكيفون يا شباب البزنس. أيوة رقم 3 بتكيفون اليوم على القهوه. أيوة المقطره. هذا جو الشباب احنا جونا. وكذلك في هديه من الشيخ ابو محمد اللي هو صاحب التمور العذر سموحة منكم. اي نعم. بنعطي كل واحد يجرب. مقبولة. ها اقول مقبولة. يقول قبل شوية يقول اعطوني التليفون الخاص به. ما شاء الله. سم 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 يا مولى عافية. هذه عشان ما تملك بس بالدبس. نلقى لكم كيس الان. طيب كيس ان شاء الله. بارك الله. تفضل يا ابو الفي. ذكرني بدبس ان شاء الله. ها التمر القديم. يا سلام يا سلام ان شاء الله. الله يبارك لهم يا رب. الله يبارك لهم من هذا المنبر ان شاء الله. وانتم انتم مرآة للجمهور وتشوفون هذا التمر. ما شاء الله تبارك الله جربناه وما شاء الله. الله ممتاز مرة. يسعدكم. قيمناه 10/10. أنا أقوم. طيب تبونا نقوم نتغدى والدعاية اللي بعدين ولا بعدها؟ ما في الدعاية. الدعاية وانا ناكل. لازم دعاية. اللي على الشاشة تستاهل المساعدة. هي لا شك لا شك. طبعا عرف بال طبعا اليوم تحت ضيافة أم سعد جزاه الله خير وهي من الأسر المنتجة وننصح حقيقة بالتعامل معها. موجودة طبعا في الرياض لكن هي أصلا من البديع بالأفلاج قرص التنور وهو الأكلة المفضلة لدينا أهالي الأفلاج الدواسر. إذا جاك ضيف تقدم له يعني هذه الأكلة المفضلة ولكن يفضل أن تكون في الصباح أو بعد الظهر لكن في الليل ثقيلة طبعاً على المعدة. يا سلام. وهي هدية مقدمة لقناة الواقع ولضيوفنا الكرام الله الموجودين. ما شاء الله نسأل الله أن الله يبارك لهم. وأنا أحب الأفلاج وأحب هلا. حياكم الله. أقربوا أقربوا خلونا نشوفها عن قرب. ونعم العرب لا هالبديع ولا الأفلاج ولا هذا من طيبك. ما شاء الله تبارك الله. بسم الله. يا مرحبا يا مرحبا. تفضل شوف ال حتى الديكور والعادات والاشياء ها موجوده. اي موجوده. الله خير. الله يجزاك شرفنا. الله يسعد ايامك. اي والله. يا سلام يا سلام. هذه اللي قالها الميقعه. 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 اي نعم. ها ميقعه الافلاج. ميقعه الافلاج مميزه ترى هذه. شوي بس عشان الكاميرا هذه تجيبنا. تمام. هذه الميقعه الحين احنا عندها ما شاء الله تبارك الله. وش القبوع ذا؟ اي هذا الغطاء. الغطاء هذا هو المكمل لها. يا سلام. ميقعة بدون غطاء ما تصلح. يا سلام يا سلام.